انا اقترح عليك مستر بوسيتيه انه نعمل زياره ميدانيه لعبد الله للبرج بتاع عبد الله، نشوفوا المشاكل على اي مكان ومعنا مش تكون الصوره واضحه، مش لازم تمشي معانا على السيرش لا شيء من مصر حتى الساعه بس على المدى اي الساعه نقول لك مرحبا جدا ونفكر شو والتونة الثانية بين ميزات الفلاحة إنها توفر معناها الأسطول اللازم، بين ميزات التجارة إنها تبرمج نقطة بيع بالجملة لهنا، إحنا نحب نقول فما نقطة بيع بالجملة في الحوت الأزرق اللي معناها هي تكون حافز وتكون معناها حلقة من حلقات دورة اقتصادية كاملة وشاملة في الجهة وكاملة في المدينة. احنا توا في قطاع التشريعي لا يسعنا الا الدفاع على نفسي في المشاريع التنمويه في اطار مشاريع المخططة الوطنية وفي إطار قوانين الميزانية، لأنه اليوم الدولة إذا مش تبرمج حالة راهي تبرمجها عن طريق على آليات قانونية سواء تشريعية أو ترتيبية، والبرمجة تاع المشاريع هذه تتم سواء عن طريق قوانين الميزانية إن شاء الله المقبلة تاع 2018-2019 أو كذلك عن طريق المخططات التنموية الوطنية، هو ميناء توسيع ميناء صيدا تم التعرض ليه في معناها المخطط التنموي 2016-2020 ولكن الحقيقه مش بالكيفيه المطلوبه. الميزانيه اللي تمت دراستها لهنا على الصعيد الجهوي كانت معناها ميزانيه بعيده كل البعد عن الواقع وعن حاجيه هذا القطاع، واحنا من واجبنا ان نحينوا هذه الدراسه بما يتلائم مع حاجيه المنطقه، مع حاجيات المهنيين ومع المشروع الاصلاحي والتنموي على المدى البعيد. دكتور يحيي فيك.